هذا القطاع ديال تمويل الحفلات هو واحد القطاع اللي يعرف واحد الضرر بشكل كبير. يعني الناس من اصلا هو قطاع موسمي، ماشي واحد القطاع فيه خدمه يعني مستمره، الانسان عنده واحد الدخل ولا عنده شي فليسات مخازنها ولا كيجمع ولا خدمه. الانسان كيخدم جوج خدمات في الشهر، خدمه في الشهر ممكن ما يخدمش واحد الشهر، ممكن شهرين ما يخدمش، كيكون بعض الكراء ديال الاواني داكشي بسيط، يعني لا يسمن ولا يغنم يجوع، والناس ملاصقه. وماشي كنهضر على واحد كيدير التموين ديال الحفلات، كنهضر على واحد الشرائح كبيره اللي مرتبطه بهذا الدومين. كاين سربايه، كاين دقيقيه، كاين جواق، كاين قافات، كاين قزاره، كاين موالين الدجاج، كاين موالين الحلويات، كاين يعني واحد الشرائح متفرعه من هذا القطاع هذا، وكيعيشوا الناس في هذا الشيء هذا. والفتره ديال العمل اللي كتكون محركه شويه وهي الموسم الصيفي، وهاد الجائحه جات في واحد الظروف اللي لقات هاد الناس على بلاط، معنى ان الانسان كيخدم العام كامل، ملي كيجي شهر واحد ولا شهر جوج حتى ثلاثه كيجدد الماتريال اللي كان عنده، مثلا كيكون عيا ولا تهرس ولا كيجدد، خصو باش يجدد باش يواجه الصيف اللي قدامه. اذا الناس كلها التزمات، كاين اللي التزم بشيكات، كاين اللي التزم كاين اللي عنده فليسات خرجهم، كاين كل واحد حسب الظروف ديالو. كاين اللي كانت عنده قاعه كبيره، نعم، راه كاين عرابن ديال الناس عند الممولين دابا، كاينين عرابن ديال الناس اللي كانوا غادي يديروا العراس، والانسان شد العربون ومشى خسرو، مشى ليه، اما جاب به ماتريال، اما كلاه ما عندوش، اما الله اعلم. يعني كل واحد حسب الظروف اللي كيعيشها، وفي الاخير لقى راسو وحل. دابا الخدمه ما كايناش، وخا يعطيو انطلاقه العمل في هذا المجال هذا، في هذا الدومين، ما كنظنش تكون الخدمه، ما يمكنش. كما قلت لك، واش كاين شي مراه اللي غادا تمشي عند الكوافوره تخسر مثلا 3000 درهم على وجهها وتجي دير الكمامه باش تجي للعرس؟ راه ما يمكنش، راه مستحيل، ما غاديش يكون العرس. العرس عمره ما غاديش يكون الا داكشي بسيط في الديور وكذا، مساله ديال الصدقه، اسبوع، عيد ميلاد، طويلات جوج ثلاثه بحال هكا يقدروا يكونوا، ولكن ما غيصوفيوش هاد الناس. الناس واحلين في كريديات، كاين اللي عنده تريتا ديال دارو شاري مسكين بريت ما، كاين اللي شاري الطوموبيله بالكريدي، كاين بزاف ديال الامور اللي وما كيضرش غير هو، غير الممول كممول كيضر الممول زائد السربايه اللي كيخدم معاه، زائد هاد الشرائح اللي قلت لك، كلهم مضرين، كلهم واقفين، ما عندهمش، ما كاينش مدخول، ما كاينش. والاغلبيه اللي مازال اللي عنده شي دخل من شي جهه اخرى، ولا عنده شي وظيفه ولا شي حاجه يعني يشتغل في هذا الميدان، زايد عنده غير خضره فوق الطعام اللي كيقولوا المثال ديالنا هذا، يقدر يكون عايش مرتاح شويه. اما بالنسبه للانسان اللي عنده هذه المهنه وكيعيش بها، راه محن. الملاحظ هو انه جميع القطاعات الان تعطات انطلاقه ديالها 50% ولا على حساب، الا قطاع تمويل الحفلات حتى الان ما كاينش اللي كيتكلم عليه في الحكومه. واش ممكن من هذا المنبر توجه واحد الرساله للحكومه على انها تهتم بكم، لانكم قطاع كاين وحيوي ومرتبط فيه الناس عايشين بزاف، يعني كيفاش، واش نساتكم ولا ما داخلينش في الريزو ولا شنو؟ كنتمناو هاد الناس يسمعوا شلا نداءات، وكاينه فيدراليه عندنا كتهضر باسم هاد الناس، وما قصروش من المراسلات، يعني مراسلات على جميع الادارات المعنيه، ومازال ما كاين حتى شي استجابه. ولو الناس دابا كيطالبوا غير يعرفوا واحد الوقت محدد باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الكليان. كيعيطوا علينا ناس، انا اليوم الناس عيطوا عليا في الصباح بكري قالوا لي اجي عطينا ماتيريال عندنا جنازه، قلت لهم لا ما يمكنش، راه ممنوع ما يمكنش نديروا شي حاجه اللي هي ممنوعه علينا، حنا ممنوعين باش نخدموا، ما خصناش نخدموا. كيتصلوا بينا ناس باش نقضوا معاهم، ولكن ما نقدوش لانه ممنوع علينا. ولكن خاص المسؤولين خصهم يحسوا بهاد الناس، ولو دابا ولاو يطالبوا غير بوقت معين، واحد الوقت، واحد التاريخ يعني محدد، باش الا جا كليان عنده عرس او عنده مناسبه او يعرفوا كيفاش يهضروا معاه على واحد الوقت اللي ما هو يعني معروف، غادي يدير معاه واحد التاريخ اللي ما كاينش. حتى دابا داك التاريخ اللي معروف كل الناس كانوا كينتظروا 10 في الشهر ما كاينش، وصلنا دابا ل 14 في الشهر، اليوم كاين 14 في الشهر. الفتره ديال الصيف ربما هي اللي كتكون فيها شويه، لا هي اللي كاينه، لا الشتا ما كاينش خدمه. كاين الناس مساكن اللي كارين قاعات بالملايين، كاين اللي عنده من 10 الملايين الكرا في الشهر الفوق، كاين اللي عنده الشيافر ديالو، عنده الناس ديال لاكيس واخا هزوهم عليهم هاد 3 شهور دابا اللي دازت، دابا راه باقا الامور مستمره.